وفي أول تعليق رسمي من سوريا على مقتل نصر الله، وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على الضربة التي استهدفت الأمين العام لحزب الله اللبناني، خرج أول تعليق رسمي سوري، وذلك في بيان مقتضب لم تتجاوز عدد كلماته 50 نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية مساء السبت. تشارك الجمهورية العربية السورية الشعب اللبناني الشقيق حزانه بمصابه الجلل باستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. أضاف البيان: تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة 3 أيام، وتنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.